أكيد مع جهود الشباب اللي ما توقفت على مدى السنوات الماضية، كان التطوع عنوان للعمل الإنساني والإغاثي والمجتمعي من عناوين كثيرة قدرت مؤسسة سواعدنا لبعض أنه تترك بصمتها بمجال الدعم والتنمية بريف دمشق. اليوم أنشطة جديدة رح نسلط الضوء عليها مع نادية رفاعي مديرة مؤسسة سواعدنا لبعض. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير نادية، أهلا وسهلا فيك. في البداية رح نبلش من آخر نشاطاتكم وهو البازار، خلينا نحكي عن البازار وافتتاحية عام 2018، يمكن مو بال 2018 تماما، كانت ضمن هذا البازار. بلشنا بسنة جديدة بفعاليات كتير حلوين، أول وحدة بازار سواعدنا لبعض، الثالث كنتوا طبعا ملاحقين بكل بازار. كان عبارة عن فترة كانت قصيرة كرمال برد بالكسوة، فأجل لواحد ثلاثة بلشنا فيه مدة أسبوع. البازار هو دعم لبطاقات قسائم لذوي الشهداء بتتقدم لمكتب الشهداء اصولا يعني، وبتتوزع لهم بالطريقه الاصوليه كرمال كحدا ياخذ حقه. البازار هو عباره عن تخديم الريف الجنوبي اللي هو الكسوه واللي حواليها. الكسوه هي مدينه تعتبر بخدمه تقريبا 12 منطقه حواليها، فهو مركز تجاري ونحن نشطنا الموضوع فيه وكان بوادر حلوه من اول السنه 2017. كملنا الفعاليه بشيء كان حابوه كثير الناس وناطرينه كل سنه. الشيء اللي عملناه بواحد واحد، الفرحه كثير حلوه بالشام، حبينا نوصل الفرحه للضواحي كمان. كان بالكسوة مساكن الكسوة، مساكن الحرجلة، بابا نويل كان معنا مع الأطفال، كنا نوزع بروشورات نرسم الفرحة، الأطفال تنزل من بيوتها كان كتير برد، وكان الأطفال بيشوفوا بالتلفزيون بابا نويل كان قدامهم تصوير وانبسطوا فيه كتير. بداية سنة جديدة، نصر جديد إن شاء الله لسوريا وتعم على البلاد كلها إن شاء الله. إن شاء الله. نادية، شو الجديد اللي أنتوا لازم هيك قدمتوه بالبازار بنسخته الثالثة؟ هلا الجديد نفسه موجود اللي هو القسائم، ما تغير شيء. عندنا كل شيء منتجات موجوده بالبازار، ما يعني بتفوت الست بتلاقي اي شيء بالدايره. قد ايه عم تعطوا عدد؟ في احصائيات قد ايه عم حسب المره الماضيه كان 50 قسيمه قيمه 5000، هالمره كان عندنا كمان 50 قسيمه قيمه 2000. عم تخدم اكبر عدد ممكن، تجار مشكورين عم يقدموا هدايا غير الهدايا اللي هي موجوده معنا كانت بالقسائم يعني. مع عروض طبعا جدا خياليه، العروض اللي نازله معنا غير السوق كريف كمان نازلين فيه بالسعر اكثر من هيك. نعم. نادية، خلينا ننتقل ونحكي عن فرقه تشيلو، وخلينا نحكي عن هي الفرقه وكيف تاسست ومن هن اعضائها وكيف بتتم التدريبات والتمارين والفعاليات. هلا بكمل الشباب بحكم متطوعين، فسنه 2017 كانت غنيه بالاطفال بالشباب اللي هي حابه تكون تمثيل او غناء او موسيقى، فقررنا نعمل قسم فني من اقسام المؤسسه، قسم فني جمل فرقه تشيلو. هلا انا حابه يعني اول حدا بيعرفه عن طريقكم، فرقه تشيلو هي فرقه غنائيه اقتصرت على الفرقه الغنائيه. نحن هلا بانطلاقه فرقه اسمها تيتانيا. تيتانيا هي الهه الخيال، فنون مسرحيه. الفرقه الثالثه ستاند اب هي للرقص، فكمان دول انطلاقتين عن طريقكم اول ما بلشنا، وان شاء الله حنعملها الافتتاح بدار الاوبرا. فرقه تيتانيا تشيلو والرقص كلها باستلام مخرج كمال ديركي، كثير مشكور معنا، معروف استاذ كمال اكاديمي. في عنا كاتب موجود مع قصي زهر الدين. بلشنا لتاسيس الفرقه بفعلا بشيء اكاديمي، يعني في كثير فرق بتسمعي عنها بس هن بيكونوا ممكن عاملين دوره تمثيل، ممكن خبره معينه بس ما عندهم الشيء الاكاديمي كفنون او سينما. لا، بنبلشنا صح كمؤسسه، بنبلش بكادر حقيقي، في اخصائيين اكاديميين مع خبره، طبعا خبره طويله كمسرح كسينما كدراما موجودين معنا. هلا في عنا فيلم كمان سوبرايز، خليه تفاصيل من الممثلين فيه والقصص كلها، فيلم قصير ان شاء الله حيتقدم لمهرجان كبير تصويره حاليا، حتبقى انطلاقته من دار الاوبرا كعرض، اول عرض له، وبعدين ان شاء الله بنطلع فيه باسم سوريا فيه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يعني حافله نشاطاتكم بال 2018، شو الهدف من اطلاق هيك فرق ومجموعات يعني، خاصه انه يمكن في كثير معكم صغار ومواهب صغيره كمان؟ هلا اهم فكره انت الشباب شو بده؟ يعني الشاب هو حابب يكون حدا كثير بيحب يمثل، حدا بيحب صوته حلو، حدا بيحب يعزف، فنحن لميناهم بطريقنا عن طريق دورات كثير مجانيه للفريق، طبعا مجانيه 100%، للي غير الفريق حتبقى كثير رمزيه من اساتذه لهم اسماء اكيد اكاديميه موجوده معنا.
نساعدهم ليحطوا رجلهم على هذا الخط، كيف يشتغلوا صح، ان كان تمثيل ان كان دراما ان كان سينما. فهذا شغلنا نحن كمؤسسه لدعم الشباب، طلع المواهب اللي عندنا، عندنا اصوات شبابيه رائعه جدا حلوه، فاتحين باب اي حدا بيحب يكون معنا من غناء من تمثيل من رقص من اعمال تطوعيه. يعني ما تغير مسار المؤسسه، هي بالعكس قسم الفني داعم لباقي اقسام المؤسسه. صحيح، وبحاجه له يمكن الكبار والصغار. ناديه، نحن الفعاليات والانشطه عم تكون بريف دمشق، ويمكن عم تستقطب اكبر شريحه من الاطفال ومن الشباب. خلينا نحكي اليوم الارياف يلي هي مستقطبه مثل ما ذكرتي شريحه كبيره من الناس يلي تضررت بسبب الظروف بسوريا. اليوم قديش بدهم جهد مضاعف، قديش بدهم عمل تطوعي اكثر، قديش بدهم بحاجه للتخديم النفسي والمعنوي من خلال الفعاليات اللي عم تكون فيها. انا والله بناشد هون هالمنبر، فعلا في فرق قليله كثير عم تطلع على الريف. يعني انا بقول اسم، معلش مو غلط من الاسماء بعض، بسمه شباب سوريا وصلت للكسوه، كثير فرحت بصراحه انه في انه طلع حدا من الشام لعندهم. انا ما بحكي بس كسوه، طبعا بحكي كسوه واللي حواليها بشكل عام. عندنا كثير للاسف كفرق تطوعيه كثير شح بالريف، فمتمنى انه فعلا يتفاعلوا اكثر موضوع الريف. صح، نايا فيها شغل حلو، جرمانا فيها شغل حلو، بس لابعد من هيك يمكن الطريق، بس هو الطريق ما في شيء ابدا الامان جد مو دعايه، بس فعلا نحن بنطلع بطريقه كثير عاديه، لا سيارات خاصه ولا شيء، بنطلع بالمواصلات العاديه، ما في ابدا حتى الحواجز كثير 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 قليل، حتى المشكله عليها ما عاد في العجقه مثل قبل. فبتمنى انه يطلعوا الشباب فعلا للريف، في كثير شباب، في اطفال، في ستات حابين لمشاريع صغيره تكون في لهم مراكز ايتام، في جمعيات عندهم بس غير مفعله مثل ما نحن عندنا كالشام. فرقه تطوعيه جدا كبيره بالتنميه بالدعم النفسي، ايد لحالها ما بتصفق يعني. فبتمنى الكل يطلع. ناديه، يمكن مثل ما بنحكي انه الريف هو فعلا بحاجه كثير لمشاريع تنمويه كمان، هل لما عم تشوفوا اي مشكله عم تحاولوا توصلوها للمحافظه؟ عم تحاولوا تساعدوا الاهالي بتوصيل الصوت؟ لقلك شيء كتير حلو بالريف اللي كتير كمان مو معروف عنه، انه كتير تسهيلات ان كان امنيه او حتى كجهات، مثلا البلديه، رؤساء البلديات او مراكز الاداره المحليه او الشعبه او الحزب، حدا كتير متفاعل مع اي حدا. فعلا ما في ابدا اي مشاكل، كان في مشاكل معينه هي كتسويات وهيك وخلصت، محافظ ما قصر وطلع، وممكن عندكم فكره كنتوا موجودين كاخباريه كمان، فنحل هذا الشق. فالشق الانساني، الشق التنموي، يا ريت انه يشتغلوا عليها، وكله فاتح يعني جد كله فاتح بوابه، ما في ابدا كجهه حكوميه هنيك مسكره باب. فبس يكون في دفع من الشباب يطلعوا لهنيك، رؤساء فرق او جمعيات. نعم، يمكن من بعد هالعمل والاستطلاع على الواقع بالارياف والفعاليات اللي عم تقوموا فيها بشكل مستمر، يعني ما انا مؤقته، هي فعاليات وعم تتابعوها ايضا، عم تتابعوا الاوضاع، شو هي يمكن التكتيكات او الخطط يلي حطيتوها قدامكم لحتى تنفذوها مع بدايه عام جديد اضافه لشغلكم؟ هلا مثل ما انا استمرار بالعمل، مو رحنا مره وخلص نسينا الموضوع. هذا الدليل بازار الثالث، ومتجدد كل شهريا ان شاء الله على قدوم الصيف. يعني في شيء حنعمله للاطفال عن طريق شخص انور باكير مشكور، كمان شيء من كراكوز العواز، وشغلات نفسيه بتعطي شيء للاطفال ايتام. في عنا عملنا فعاليه كمان ناعمه، هي كمان اول 2018، كانت عباره عن حلاقين، كان شاب اسمه اوس ابو اللبن، عنده فريق 18 شاب حلاقين، عملنا لهم نهار كمان حلاقه مجاني كانت. ظل الفعاليات هي مستمره، نفوت موضوع التنموي غير نفسي هو اكيد اساسي، عامل اساسي، فبياخذ معك مثلا كيف بنويل، كان كثير شيء بسيط بس عمل فرحه جوا للاطفال، حتى للكبار يتصوروا معه، مثلا عامل كان موجود عم يعمر فوقف صور معه. هاي الحالات النفسيه هي كثير بتعكس على الاشخاص، فبتمنى انه تضل في استمراريه، يعني بيطلع كفرقه تطلع تستمر معهم ببرنامج سنوي تكون معهم موجوده فيه، تكمل المشروع. يعني بالختام، شو بتحبي توجهي كلمه لكل فريق سواعدنا لبعض وللجهات اللي يمكن عم تتعاون معكم ناديه؟ هلا انا اول شيء بوجه لفريقي كثير مشكورين على وقفتهم، من فرقه تيتانيا مديره ميرال، من فرقه الرقص موفق، لتشيلو حسين، للاستاذ كمال ديركي، يعني انا بعتبر كمخرج كان معنا بضم هيك فريق صغير، فبكثير فرحت انه هو يضم لمؤسسه. بتمنى من الجهات الداعمه بصراحه، ما عندنا شيء الا نقول لهم انه افتحوا الابواب اكثر،
حتى كتمويل مادي اكبر كجهات دوله كوزاريه تعطي تمويل اكبر لنقدر نخدم اكثر شرائح معينه. نعم يعطيكم الف عافيه وان شاء الله صدى صوتكم بيوصل وبيلاقي الفعاليه على ارض الواقع موفقين، يعني همه شبابنا بينرفع فيها الراس. صحيح عاليه جدا عاليه جدا. يعطيكم الف عافيه والله يقويكم. ميرسي لك كثير لك انت. شكرا الاخباريه لكم. شكرا لك يا ناديه وسعدنا لبعض، يعني اسمه بكفي يعني يعطي عن العطاء كثير. تحيتنا لكل الكادر التطوعي اللي معكم لكل وجودك معنا. شكرا للإخبارية معنا كمان. أهلا وسهلا فيكي.